وأوصي جميع من تبلغه كلمتي هذه، أوصيهم بأن يعنوا بكتاب الله، فكتاب الله فيه الهدى والنور، وهو الأصل لكل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من يقرأ كتاب الله حفظا أو نظرا أن يعنى بهذا الكتاب العظيم، وأن يقبل عليه بكل قلبه دراسة وتدبرا وتعقلا في الأوقات المناسبة من ليله ونهاره وأوقات فراغه، حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعلم مراد ربه، وحتى يعمل بذلك. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم أن يعنوا بالقرآن العظيم عناية خاصة تامة، تدبرا وتعقلا وإكثارا من تلاوته، وطلبا للفائدة ثم العمل.